المصفوفات. استخدام المصفوفات في البرمجة بشكل عام هو أمر ضروري جدا، باستخدامها الكثير لتقديم الحلول البرمجية من أبسطها إلى أعقد الحلول البرمجية. وطبعا المصفوفة تسهل عليك العمل، ولابد أنه تعرف كيف تستخدم المصفوفة في الوقت المناسب حتى تبدي تبسط الأمور. ببساطة احنا تكلمنا عن المتغيرات وقلنا أنه المتغيرات أنواع، وبالتالي حتى أنا أحفظ بيانات معينة فلا بد أنه أحفظها داخل متغير. أوكي، فمثلا عندك اسم شخص معين اسمه صفاء، بالتالي أحفظ البيانات هذا داخل متغير، أعطي اسم حتى أستفاد من عده وأبدي أستخدمه. الآن نفترض أنه عندك مجموعة أسماء من الطلاب، يعني بدل لو كان عندك اسم طالب واحد، اسم الطالب الواحد يمكن تحفظه في متغير واحد، ولكن لو كان عندك مجموعة أسماء من الطلاب، يعني عندك كلاس صف من الطلاب مقدار 30 طالب، فمن غير ممكن إنه كل طالب تبدأ تحفظه داخل متغير. فبدل هذا الأمر إحنا إيش راح نعمل؟ راح نعمل مصفوفة من الطلاب من أسماء الطلاب. اوكي، راح نعمل مصفوفة من اسماء الطلاب، وطبعا راح نستفاد من الخصائص الخاصة في المصفوفة. على سبيل المثال كيف راح تصل الى الطلاب اللي موجودين عندك داخل هذه المصفوفة، يعني راح يتم ترتيب العناصر داخل هذه المصفوفة. نعرف مثلا القاعة الدراسية خاصة في الطلاب يتم ترتيبها، وبالتالي انا حتى اصل الى الطالب الفلاني يمكن انه انادي باستخدام في الترتيب معين. وكذلك استطيع انه استبدل طالب معين داخل المصفوفة او احذف من عنده او اضيف طالب جديد، وبالتالي راح ينتج لي ايش؟ راح ينتج لي حجم لهذا المصفوفة. اقول انه مثلا هذا الصف عدد الطلاب اللي موجودين به، يعني حجم المصفوفة مالته مثلا 30. تمام، فهي الفكرة العامة من المصفوفة. المصفوفة تعتبر عندك كولكشن من البيانات، مجموعة من البيانات، وحال حال المتغيرات السابقة. يعني عندك مصفوفة، يمكن تكون عندك مصفوفة من الطلاب سترينج يعني نصية، مصفوفة رقمية تحفظ عندك أرقام يمكن تكون 20 يمكن تكون صحيحة، مصفوفة من البايت وهكذا. طيب، تمثيل المصفوف في أغلب لغات البرمجة تكون باستخدام أقواس المجموعة مع بعض الاختلافات البسيطة. وطبعا المصفوفات بشكل عام احنا نتكلم عنها لها أشكال كثيرة، يعني هنالك عدة طرق لإنشاء المصفوفة. أوكي، يعني مو طريقة واحدة احنا نتبعها في إنشاء المصفوفة، فكل برمجية راح تتخذ في الطريقة معينة تسهل عليك عملية إنشاء المصفوفة والعمليات على المصفوفة والاستفادة من المصفوفة. مثلا لو عندك مثل ما قلنا انه عندك مصفوفة من الطلاب، او عندك مثلا مصفوفة رقمية. أوكي، فنقول مثلا احنا في لغة أفشار نقول مثلا let A مثلا على سبيل المثال، ونقول انه هذه اسم المصفوفة A، ثم بعد ذلك ابدي اعطي عناصر المصفوفة من خلال الاقواس. طبعا احنا راح نشوفها في التطبيق العملي، انا اتكلم بشكل عام. تعطي هنا عناصر ايش؟ تكون عندك عناصر المصفوفة، فعلى سبيل المثال عندك 1 2 3 4 5. اوكي، هذه عناصر المصفوفة. طيب الآن لو أريد أوصل لأي عنصر موجود في المصفوفة، مثلا أريد أوصل إلى هذا العنصر اللي موجود عندي، فكيف راح أبدي أوصل إليه؟ راح أصل إليه من خلال الترتيب اللي تضمنه هذه المصفوفة. المصفوفة تترتب بها العناصر يعني رقميا انتجر من الصفر وصولا إلى آخر عنصر من المصفوفة، يعني هذا الواحد راح يترتب عندك الاندكس الخاص فيه صفر. أوكي، ثم هذا 1 2 3 4. اوكي، بالتالي حتى اصل الى رقم 3 او الاليمنت العنصر الموجود عندك هنا، فراح اصل لي عن طريق الاندكس المقابل له، وبالتالي راح اقول عندي الاي الاندكس المقابل له هو 2. او مثلا اريد احذف عنصر معين ايضا احذفه من خلال الاندكس المقابل له، او على سبيل المثال ابدي اغير اليه فاقول اي 2 يعني 3 استبدل اياه مثلا بالقيمة مثلا 5. اوكي، فبالتالي راح يستبدل عندك عناصر المصفوفة. هناك كثير من العمليات يمكن تستفاد من عدها من المصفوفة،
فتفكر انه انت تقوم ايش؟ تقوم بعمليات عديدة على المصفوفة، من عمليات اضافة، يعني تقوم باضافة عناصر الى هذه المصفوفة، او عملية حذف delete، اوكي، او يمكن انه تعمل edit تعديل مثل ما شفنا على عناصر المصفوفة. يمكن انه بعض اللغات تستفاد من بعض الوظائف اللي توفرها، تعمل search يعني بحث عن عنصر معين ضمن المصفوفة، تحدد عدد العناصر المصفوفة يعني length، يعني عندك طول او عدد عناصر المصفوفة اللي موجود عندك. يعني يمكن المصفوفة تكون عندك من 500 عنصر 1000 عنصر، وبالتالي ما تعرف عدد العناصر اللي موجودة عندك ضمن المصفوفة. يمكن تستخدم احد الوظائف اللي توفرها والخصائص او العمليات اللي هي مثلا عدد عناصر المصفوفة، انه مثلا تستخدم النوميال اور اللينث. فهذه فكرة عامة عن المصفوفة. وطبعا مثل ما قلنا انه احنا ايش عندنا؟ عندنا اكثر من طريقة لانشاء المصفوفة واكثر نوع من المصفوفة. فراح تشوف احنا عندنا طريقة، عندنا مثلا ثلاث طرق لانشاء المصفوفة، عندنا عمليات اخرى ايضا على المصفوفة، عندنا انواع اخرى من collection of data، يعني مجموعة من البيانات يمكن انه ما تترتب بها العناصر بشكل تلقائي مثل ما شفتها الآن. يمكن انه انا اعيد ترتيب هذه العناصر او انا اضع الترتيب الخاص بها.